الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ما أجمل أن تكون الرؤى واضحة، وما أجمل أن تكون الآراء متسقة، بل ما أجمل أن تسلم المقدمات إلى النتائج. ذلك ما أردت بيانه أمام أبنائي وطلابي في هذا الدرس الأخير من دروس الوحدة الرابعة من وحدات المذاهب الفكرية المعاصرة. لقد استطعنا أن نقدم مفهوما للعلمانية، ونبرز أسسها التي قامت عليها، وانطلقنا فبينا نشأتها في الغرب، وبينا كذلك أسباب انتقالها إلى العالم الإسلامي. والآن نقطة هامة ذات وجهين، كل وجه منها يمثل هدف من أهداف هذه الدراسة، ألا وهو إبراز موقف الإسلام والحكم عليها، موقف الإسلام من العلمانية وحكم الإسلام في العلمانية. لذلك أبناء الأعزاء، يجب أن تفهموا وأن تعوا هذا المبدأ جيدا. لابد أن تتسلحوا بسلاح الوعي أمام تلك الهجمات الشرسة التي يتعرض لها مجتمعنا. إن هذا الدرس الأخير، الدرس الرابع، يحتاج إلى إبرازه نقطتان كما قلنا. أقف بابني وأبنائي الطلاب على هذه المعاني في النقاط التالية. أولا، كيف موقف الإسلام من العلمانية؟ نقدم ذلك في صورتين. الصورة الأولى، نبرز الموقف ونشرح الموقف، وأيضا نستطيع أن نقف على العنصر الثاني من عناصر هذا الدرس، وهو حكم الإسلام في العلمانية، وذلك في حينه إن شاء الله. أما عن النقطة الأولى أو العنصر الأول، وهو إبراز موقف الإسلام من العلمانية، فمما لا شك فيه أن الإسلام يقف من العلمانية موقف الرافض، لأن العلمانية بكل مقرراتها وبكل صورها تتنافى تماما مع مقررات الإسلام، وهما معا لا يعيشان في بيئة واحدة. ألا فليعلم أبناؤنا، وليعلم أصحاب عقولنا، العقول فينا الواعية الذين يترسمون خطى الغرب بكل صوره وأشكاله، ألا فليفهموا أنهم يتعاملون مع عدو لدود، ألا فليفهموا أنهم يتعاملون مع فكر يحتاج إلى أن يتسلحون أمامه بالفكر. الإسلام يرفض العلمانية لوجوه عدة. أولها، أن طبيعة الإنسان البشرية باعتباره مكونا من جسم وروح ترفض فكرة العلمانية. لماذا؟ لأننا علمنا فيما مضى أن العلمانية تهتم بجانب الروح على حساب العقلانيات أو حساب الإيمانيات، ولا تؤمن أبدا بالجانب الروحي الإسلامي، وإنما تؤمن بالجانب الروحي المادي، أي أنها تربط الروح بالمادة دون أن تؤمن أبدا بمقررات العقيدة التي ربطت المسلم بروحانياته مع الله، وهو أن يكون مؤمنا بالغيب. إذن تغفل هذه الطبيعة الإنسانية التي تميل دوما إلى متطلبات الروح ومتطلبات البدن، فالعلمانية اهتمت بجانب الروح على حساب الجانب البدني، أيضا أو العكس، اهتمت بالجانب البدني والمادة على حساب الروحانيات. كذلك من أهم ما يرفض الإسلام من أجله العلمانية أنها نبتت في بيئة غربية تتسق مع مقررات المجتمع الغربي ومع الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية. ولعلنا أعزائي الطلاب قد وقفنا على أسباب نشأتها، فعلمنا أن الكنيسة ومقررات رجالها كانت سببا في نشأة العلمانية، فكانت تقوم على إطلاق العنان للروح وللبدن، وقامت العلمانية على الحرية المطلقة التي لا تؤمن بمقررات السماء. كذلك من أهم موقف الإسلام، أو أهم ما يبين موقف الإسلام من العلمانية وهو الرفض، أن العلمانية تفصل الدين عن الدولة. حينما قالت العلمانية إن الدين شيء والسياسة شيء آخر، فهكذا فصلت العلمانية مقررات الدولة أو ما يحتاجه المسلم في فهم دينه، بأن ربطت ذلك كله بمقررات العقل، فجعلت العقل شيء أو الدين شيء والسياسة شيء آخر. لهذا رفض الإسلام العلمانية. الإسلام دين ودولة،
الإسلام دين وشريعة، الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، وهذا ما سنعرفه. أيضا من أهم ما يرفض من أجله الإسلام العلمانية أنها تفسح المجال لانتشار الإلحاد. نعم، ذلك أنها حينما آمنت بأنه لا حاجة إلى الدين ولا حاجة إلى الإله، بل إن العقل الإنساني كفيل بأن يفهم الحياة وأن يؤسس لنفسه السياسة وأن يشرع لنفسه القوانين والضوابط الحياتية، وعلى ذلك على حساب الوحي، فإنما بذلك أنكرت الإله. إذن العلمانية تساوي الإلحاد. كذلك من ما يرفض الإسلام من أجلها العلمانية أنها تجعلنا كمسلمين نفكر بعقلية الغرب. وتعلمون أعزائي الطلاب أن الغربية يفكر بعقلية تختلف عن عقلية المسلم. ذلك أن الغربية نجح تماما في أن ينهض اجتماعيا وماديا، ولكنه لم ينهض أبدا إيمانيا ولا دينيا. ومن هنا الحضارة الغربية تقوم على المادة لا على الإيمان ولا على الدين، بينما المسلمون يتقدمون. ولقد كانت حضارة المسلمين قائمة على الجانب الروحاني والجانب الديني والتوحيد، ويوم أن ينفصل المسلمون عن توحيدهم إنما يعيشون في بوتقة الانهيار والدمار. ومن هنا أعزائي الشباب أنكر الإسلام العلمانية. كذلك من أهم ما يقرر الإسلام في به رفض العلمانية أنها نقلت إلينا أمراض الغرب. والأمراض الغربية منها الخواء الروحي والنفسي، ومنها الانتحار، ومنها الانهيار الأخلاقي، ومنها الفساد، ومنها كل ما والإغال في الروحانيات والكحوليات والانهيار الأخلاقي والعمل في الحياة، كل ذلك اكتوت بنيرانه العلمانية فسوقتها إلى بيئاتنا المسلمة الآمنة. أيضا مما يقرره الإسلام رافضا للعلمانية أنها كرست التعليم لدراسة الظواهر الخاضعة للتجريب والمشاهدة، وأهملت أمور الغيب. وما قوة المسلمين إلا بإيمانهم بالغيب. ومن هنا أنكر الإسلام العلمانية. وإذا كان الإسلام قد أنكر العلمانية، أعتقد أنكم أعزائي الشباب قد وقفتم على حكم الإسلام في العلمانية، وهذا ما نستطيع بيانه في نقطتين. لقد حكم الإسلام على كل من يؤمن بمقررات العلمانية ويعتقد بعقائدها وتشريعاتها بأنه خرج عن دين الإسلام. فكل من آمن بالفكر العلماني القائم على الحرية المطلقة، الذي لا يؤمن بإله ولا يؤمن بغيب ولا يؤمن بيوم آخر ولا يؤمن بالقضاء والقدر ولا يؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا غير ذلك، هذا الذي يؤمن بمقررات العقيدة القائمة على فكر الإنسان وحده كافر، كافر بمقررات الإسلام، ومؤمن بمقررات العقيدة أو التعاليم العلمانية. فقد حكم المسلمون، حكم الإسلام كما قرره الفقهاء على أن من اعتقد بأفكار العلمانية على حساب دينه فهو كافر بدينه، كافر بربه، وينبغي أن يستتاب ولا يعامل معاملة المسلمين. هذا في الجانب العقدي. وكذلك من يؤمن بالعلمانية في الجانب التشريعي فقط، بمعنى أنه ينكر النص الرباني وينكر التشريعات الربانية في العقيدة وفي التشريع الأخلاق ولا يؤمن كذلك، الإسلام قرر أن الاقتصاد الإسلامي هو سر تقدم الأمة، فالغرب لا يؤمن بالاقتصاد الإسلامي وإن آمن به ظاهرا وطبقه تطبيقا عمليا فنجح، لكن المسلمين عندما يعملون بمقررات العلمانية في التشريع وينكرون شرع الله هم أيضا خرجوا عن دين الإسلام. ومن هنا باختصار شديد حكم الإسلام كما قرره فقهاؤنا وكما قرره علماؤنا على أن من يؤمن بالعلمانية عقيدة وشريعة على حساب دينه وتشريعاته وعقائده وأخلاقه هو كافر بالإسلام مجاف للحقيقة، وعليه أن يتوب إلى الله، فإن تاب وبها ونعمت، وإلا فقد باء بالكفر والخسران والعياذ بالله.
أعزائي الشباب، إذا كنا قد وقفنا على العلمانية وبينا حكم الإسلام فيها، فهل يؤمن شاب ويؤمن مسلم صاحب عقل بمقررات عقيدة على حساب دينه؟ الجواب يعود إلى ذاته هو، وكل يسير وفق أهوائه، والله من وراء فكر العلمانية محيط. وبذلك نكون قد أنهينا الكلام عن العلمانية، فإلى صورة أخرى من صور الغزو الثقافي، وهي صورة الصهيونية.